It is my pleasure. مدعو سعادتي الآن أن نرحب بالسيد عمارو سوسوكو إمبالو رئيس غينيا بيساو. Your Excellency, you have the floor. Thank you. Señor Presidente, تفضل. السيد الرئيس. رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي. رؤساء الدول والحكومات. رئيس مؤتمر الأطراف الدورة 27. السيد المدير التنفيذي للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي، السيدة المديرة التنفيذية، عمدة مدينة شرم الشيخ، السيدة والسادة، غينيا بيساو هي ضمن البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية. بلدنا لا يسهم بشكل كبير في الانبعاثات الدولية لانبعاثات غازات الدفيئة، ولكن هذا لا يضعف من التزاماتنا تجاه المجتمع الدولي في سعينا لمكافحة آثار التغير المناخي، وهذا ما تأكد أصلا في مؤتمر 26 في غلاسكو. ونحن كنا قد قدمنا مساهماتنا الوطنية المحددة في 2021، وغينيا بيساو التزمت بإنفاذ أعمال للتخفيف بما يتماشى مع طموحات هي أرفع ب 30% من الطموحات التي حددت في وقت سابق ل 2030، وبلوغ انعدام انبعاث غازات الكربون.